بلسم داوج روحي يا أغلى دار يا أرض يا أبو. يلا جهز حالك طلال. أنا من أولها راح نقضيها ضحك إذن. أمي بس الأردنية عزم وإصرار. ورجعنا لكم مستمعينا عشان نذكركم إنه اليوم الخميس قلت لكم إنه رح يكون في معانا ضيف يعني بلبع على أجواء يوم الخميس. هلا أحكي لكم من هو الضيف، وكمان عوني وبجهز بإيش اسمها هاي؟ بربان. إيش هي؟ بربان. بربان، يعني تتذكر الحلقة مرة عملناها لعوني مع البربان اللي هي الطبلة الشركسية. فاللي حابب يشوف مين الضيف اللي معانا وحابب يشوف الأجواء اللي رح تصير هلا على الطبلة ومع الضيف وهيك، بليز تفتحوا عبر صفحتنا على الفيسبوك على اللايف على صوت الغد جوردن أو صوت الغد الأردن. نبلش بالأجواء الخميسية. صاحب هاي الغنية نفسها معانا. أنا ما عمري سمعت بصراحة بالمجوز، يعني مش كتير بعرف بالمجوز، بس تميمي لما قرر يبدع قال لي أنا ببدع بالمجوز، فبلش يلعب لي هاي الأغاني، فبلشنا أولها ننصدم، بعدين بلشت إنه أحبها، بعدين بلشت أعرف إنه الناس عم بتحب هاي الأغاني، وفجأة اليوم بيكون قاعد معانا صاحب الغنية نفسها وصاحب هالصوت اللي هو أحمد العلي، الفنان أحمد العلي. صباح الخير أحمد. صباح الخير عليك، وصباح الخير على الإذاعة الراقي صوت الغد. يعني شكرا. صوت الغد مثلك ما في حد يا صوت. شكرا يا أحمد. أحمد يعني أنا بعرف إنه في كتير ناس بيكونوا عم بيسمعونا أولها بنصدموا إنه شو هي الأغاني اللي نحن عم نلعبها على الهواء، فجأة بعد فترة بعد ما يتعودوا عليها ببلشوا يطلبوها. فهاي الغنية أولها أنا لما سمعتها انصدمت، بعدين ما بزبط يوم خميس ما يمر إلا نسمعها. فكيف دخلت على هذا الخط؟ أول شيء أنا بشكركم على الاستقبال الحلو، وبشكرك أنت شخصياً. شكراً. هو أصلاً يعني شغلنا في الحفلات والأعراس يعني كله بيعتمد أكثر شيء، أكثر إشي بنشتغله اللي هو الدبكات والمجوز والرغول، وبرضو كمان يعني الشباب بيحبوا الإيقاعات السريعة والحركات السريعة. طيب. فأنا عملت يمكن الإضافة البسيطة اللي ضفتها اللي هي إضافة الأغاني الغربي والأمور هذه. بس تعرف إنه إحنا ما بنعرف إذا صوتك حلو ولا مش حلو. إنه هاي أنت بس هيك ماخدها للتسلاي ولا لا. فجأة طلعت أنت بغنية وقت للأسف فاجعة البحر الميت. نعم. وقلنا هذا نفسه أحمد العلي تاع هالغنية اللي هلأ عم نسمعها. الناس اللي متعودة علي إنه دائما مفرفش ومجوز ودبكات وإشي سريع وكذا. أنا عود بنام كلمة أنا من الناس اللي يعني بمشي مع الجو بشكل عام، يعني مرات الناس بتعود علي إنه دائما أكون فرحان وأغاني وهيصة وكذا وهيك. طيب. فبس يعني سبحان الله حبيت إنه أعمل إشي الإشي المؤسف اللي حصل، يعني فاجأة البحر الميت. يعني حبيت إنه أعبر عن تضامني مع الإشي اللي حصل. وفجتنا إحساس بغض النظر، فجتنا حسسنا بالإحساس. وصل إن شاء الله إنه وصل. وصل أحمد، في طلب عليك بالحفلات، عم بتلاقي طلب إنه الناس عم بتروح لهذا اللاين ولا لهذا النوع من الأغاني ولا لا؟ باللون اللي أنا بشتغل فيه يعني في شغلي الحمد لله رب العالمين. عم تشتغل؟ والله الحمد لله. طب إيش هيك تسمع الناس تذكرهم يعني بالأغاني اللي أنت بلشت؟ هم متذكرين أصلاً وحافظين أكثر مني. بس يعني أنا لما بغني لما بغني في الحفلة ببعطيهم الميكروفون هم اللي بيغنوا فبقول لهم خلاص أنت هيك ريحتوني، ليش جبتوني على الحفلة؟ طب بتتخيل إنه هلأ المستمعين اللي عم بيسمعونا بيحبوا هذا النوع من الأغاني ولا لا؟ يعني الشباب طبعا اكيد بيحبوا الاغاني، وخصوصا اللون السريع والامور هذه، يعني من الاغاني اللي بيحبوها وبطلبوها. يعني فتره من الفترات اشتغلناها اللي هي زي مثلا الشمامه والامور. هلا بدنا نسمع الشمامه. بس بليز مستمعينا بدي اطلب
طلب منكم بدون موسيقى انه تبعتوا لنا على 0792618000 ابعتوا لنا شو رايكم بهذا النوع من الاغاني، وهل بيكتمل الخميس من غير اغاني احمد العلي؟ رح ندق ساعه 9:30 ونرجع مع شمامه واحمد العلي وراجعين. فرح عبد الكل راجع بعد البريك على صوت الغد برعاية زين الشبكة الأكبر والأحدث في المملكة. إكسوسيتي جنرال الأردن مودر ديزاين تطورت الأردن على بناء حلوية بتجارة الأجهزة الحلوية الكلام في دول لأجهزة الكتب في المملكة والاشتراك والأشواق استخدام العيد العربي. في المملكة بنك سوسيتي جنرال الأردن مودرن ديزاين للتطوير العقاري عالم المشرق العربي لتجارة الأجهزة الحلوية الوكلاء الوحيد لأجهزة الكتل في المملكة وبالاشتراك مع أجواء استخدام الأيدي العاملة. يلا معاك معاها يا لهم نصلي لملاك وزي ودي صرت انا المذيع وهي احمد بتطلع مع بتطلع حفله الاسبوع الجاي. لا بس بعيدا عن الاغاني هاي بدنا نسمع من غير الاغاني تميمي، بدنا نسمع من صوتك، سمعنا اشي بصوتك خلي الناس تعرف اذا الصوت نطلع شوي من الجو الاشي السريع نغني لنا هيك اشي عادي بالضبط نغني يعني نقول موال ولا نغني اغنيه عاديه؟ قول موال قول اللي بدك يلا. اليوم اللي
الصبح قاعد وافكر بيك، انا ابتليت بعشق يا صوت الغد، انا ابتليت بعشق ادعى الله ميبليك، وهم مثل تصحى الصبح ما تعرف انت شبيك، متورط بهالعشق من راسك لرجليك، اعترف كله كذب لو قلت انا ناسيك، لو قلت انا ناسيك. ما شاء الله على الصوت. ادخلنا بالببجي يا حبيبي. ببجي وكيكي وكل شيء. قد ايه وصلت الببجي؟ ببجي وين؟ يوتيوب ولا فيسبوك؟ اعطيني التنين. فيسبوك 2 مليون. 2 مليون مشاهدة على غنيتك تاعت الببجي على لا. الفيسبوك ويوتيوب. ويوتيوب على مشارف السبعة. 7 مليون؟ شو السبب؟ انه لعبة الببجي مشهورة ولا لانه السبب انك انت غنيت اول واحد للببجي؟ والله هي من الاساس بصراحه، هي اللعبه عملت اكتساح بفتره قصيره، مش بس على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم كله، خصوصا بين فئات الشباب، ويعني جذبت الشباب كلها لهذه اللعبه، وحبيت انه اكون يعني بصراحه السباق، انه اقدم اول واحد يعني كاغنيه خاصه تكون لعشاق لعبه الببجي. وانا بصراحه بالنسبه لي ما توقعتش يعني انه توصل بهالفترة القصيرة هذه، توصل لهالعدد. يعني عم تحكي عن تقريبا 9 مليون فيوز على هاي الغنية. هو على مستوى وإنجاز على مستوى اليوتيوب والفيسبوك، يعني ما شاء الله في خلال شهر نعم. إنجاز والله يا أحمد، خلينا نسمعها. الجزيرة كمان حكوا عنها والله. طب خلينا نسمع يلا. لازم أذبح لازم أقتل وتصدر بسهولة، هذه صحة الببجي، كل ما فيها تتقلص حتى تطلع منها عايش، من كل واحد تتخلص، انت مش نازل تمزح، انت بساحة قتال، من مكان اللي قدامك اضرب بدون جدال، كله اللهم نفسي، كل واحد هم حالي، ضد كل ما بيهمه، اي واحد يجي قباله، اكعرب بالطيارة. طبعا هي الاغنية بخلال فترة قصيرة وصلت لمشاهدة يعني حلوة جدا، ويعني حتى انه انعرضت على قنوات ثانيه، يعني بثتها قناه الجزيره والغدا المصريه وقنوات يعني. فانت عملت لك هالضربه بغنيه الببجي. هي ليش؟ لانه يمكن علشان انا، يمكن عشان اول واحد انا غنيت لل. في حدا غيرك غنى للببجي؟ كثير من الاخوه والزملاء يعني غنوا للببجي، وغنيهم برضو كمان حلوة، يعني شيء حلو مرتب. أحمد رح أضلك بهذا الخط اللي أنت فيه، عم بتفكر إنك تروح لأغاني رومانسية أهدى، ولا شفت حالك أنت كأحمد العلي إنك أنت اكتسحت المجوز؟ ومش قصة إنه بس إنه يعني اكتساح المجوز أو كذا، بس إنه الناس يمكن اتعودت عليه في الصورة هذه. بالنسبة للألوان الثانية أو الأغاني الثانية، ممكن الواحد إنه نجرب مثلا نفسه فيها، مش غلط عادي، بس انه الناس خلص تعودت عليك على شخصية معينة او على لون معين انت بلشت فيه، الناس خلص ضلت عندهم الصورة هذه. الناس بدها اياك تسمعهم اسمر ياسمراني. ليش؟ قال تغني لهم اسمر ياسمران لانك اسمر. يلا زياد سماك. لا بزبط. ليه زياد سماك عم يحضرنا هلا على الفيسبوك، بيقول غني لنا. الكل طلب طبعا ببجي، فغنى لكم ببجي. قال بتمنى يا استاذ، منك يا استاذ احمد تسمعنا اسمر ياسمراني بصوتك الحلو الجميل، وشكرا على البرنامج الحلو. شكرا يا زياد. ايش بدك تغني لهم اياه ولا تغني لهم بشيء ثاني؟ شو رايك؟ ليله ورا ليله. يلا ليلة ورا ليلة على من أشد متابعينك التميمي، بتعرف هذا الحكي. تميمي يعني شد أقول لك. يلا تفضل يا أحمد. ليلة ورا ليلة اشتاق لك، اطلب حياتي تفوني لك، بحضاني وأنا حن لك، أحن لك روحي لك، دورنا عيش بداخلك، بس أنا وحدة استغلك يا والدلال، مدللك مدللك روحي لك، عيني عين عافيتي وانفاسي، يا مالك احساسي،
شفت وياك ايام ما تتكرر بالاحلام، افرش عيني وتنام عيني عيني، ليلة ورا ليلة اشتاق لك اطلب حياتي توني لك، بحضاني وانا احن لك احن لك روحي لك. احمد ليش ما تروح لهذا النوع من الاغاني كمان؟ والله والله انه مش صراحه مش صوتك اغانيك المجوز ضربت، بس حرام هذا الصوت ضايع بالمجوز، بس مو مبين حقيقه خامه صوتك ما شاء الله. يعني هو ما شاء هو الله. يمكن هو يمكن يعني احنا بنغني الاغاني هذه بالحفلات، بس انه بطريقه كيف انه بنعملها مثلا كتست مع بيت. مثلا مش انه مع بيت، احنا بنشتغلها في الحفله مثلا كتست يعني كبدايه قبل ما اباشر الاخر. تشتغل هيك بس ليش؟ لانه بالحفله طبعا ما بزبط، لانه الشباب بالحفله بدهم حركه وبدهم طاقه. بعد الفاصل بدي يعني تحسسنا انك انت هلا داخل على حفله ومعاك الطبال ومعاه مش يعني بس اي طبله، هاي البربان الشركسيه، فبدك تبدا تعمل حالك بس ابو خمس دقائق كانك داخل على حفله. بس بعد قبل الفاصل قبل ما نطلع بس بالفاصل بس ممكن ابعت شكر بسيط. طبعا بدي ابعت طبعا شكر بسيط لفرقتي الموسيقيه باداره طبعا الموزع الموسيقي اخوي عامر ابو داود، وطبعا بشكر استديو الاسطوره طبعا اللي مشيت معاه يعني فترة اشتغلنا انا وياه طبعا اللي هو الاعمال الاخيره اللي هي كيكي وبابجي عبد الله الاسطوره. هلا بعد واعضاء الفرقه طبعا كلهم كل المحبه لهم، يعني كل الشباب اللي معي يعني وساهموا معي، يعني لولاهم ولولا الجمهور طبعا ولولا فرقتي والشباب اللي معي ما وصلت يمكن للشيء. ان شاء الله يكونوا عم بسمعوا كيكي واحمد العلي واجواء جميله خميسيه من صوت الغد. بليز خليكم مع السماء. فاصل 101.5 برافو. فرح عند الكل راجع بعد البريك على صوت الغد. برعاية زين الشبكة الأكبر والأحدث في المملكة. بيك سوسيتي جنرال الأردن مودرن ديزاين عالم النشر العربي في تجارة الأجهزة الحلوية، الوكلاء الوحيد لأجهزة الكتل في المملكة، وبالاشتراك مع أجواء استخدام العيد العام. ارتقي إلى الدرجة الأولى من القيادة مع فولفو. فالآن بإمكانك امتلاك سيارة فولفو S60 ب 29900 دينار، و XC60 ب 39900 دينار، و S90 ب 46900 دينار. مع فولفو أمان ومتعة في القيادة، 5 سنوات كفالة بدون تحديد المسافة، 5 سنوات صيانة دورية مجانية، تسهيلات مالية وضمان إعادة الشراء. للمزيد تفضل بزيارة معرض فولفو في وادي صقر أو اتصل على 06-560-46-6 مودرن ديزاينز أفخم المنازل في الأردن، أرقى المواقع في عبدون وخذيلة، تصاميم عصرية بتشطيبات وديكورات فاخرة. تملك منزل الأحلام المبني وفقا للمعايير الهندسية العالمية بأجود المواصفات. مودرن ديزاينز شركة التطوير العقارية الحائزة على شهادة الآيزو لإدارة الجودة. للمزيد زوروا موقعنا md-jordan.com أو اتصلوا على الرقم 0799-755-333 0799-755-333.
مودرن ديزاين لكجري بيلت اون كواليتي. هل تتردد في التداول في الاسواق؟ دورات مجانية أسبوعية تمتد من مرحلة التأسيس وصولا لمرحلة الاحتراف ضمن مناهج كنت تخصيصا لتطوير مهارات التداول في الأسواق المحلية والأجنبية. سجل الآن على cfifinancial.com.jo/seminars أو اتصل بنا على 06-554-8844. المقاعد محدودة. CFI ثبت خطوات. لما تصحى الصبح شغلتين بيرافقوك ببداية يومك، كلمة صباح الخير وفطورك صح؟ ولما بيجتمعوا سوا بتكون النتيجة صباحه. صباحه مش مجرد كلمة بتنقال على الصباح، صباحه هو فطور لبناني، مناقيش، معجنات، بيتزا بأنواعها. فرن صباحه، الفرن اللبناني الوحيد، ومكان ما بتعرفه بعده. كثير زمان انا بتذكر الدوار السابع اصوافيه مقابل صيدليه فارماسي 1 وما له فرع ثاني. تقدر تطلب المنوشه وبتوصلك لعندك على 065-81-86-80 او 0374-50-300. المنقوشه هي صباحه، دور على منقوشه صباح الاصل واستمتع فيها. يعني هواك يا أردن، هواك يا أردن، كلمات ضغط، كلمات بيكي، كلمات سلفي، كلمات اللي هي الله على السلفي تصور حالي، كلمات ارجعنا بفرح أبيكم على الجد صوت الخد برعاية زين الشبكة الأكبر والأحدث في المملكة. بإكسوسيتي جنرال الأردن مودرن ديزاين للتطوير العقاري. عالم المشرق العربي لتجارة الأجهزة الحلوية، الوكلاء الوحيدون لأجهزة الكتل في المملكة. وبالاشتراك فأشوى الاستخدام الكيد العام. أخيرا بطلع الشباب أصدقائي اللي بعثوا لي مقطع قناة الجزيرة احمد العلي. حبيبي لساني اسمي حبه يحكي لي بالامريكي ويسالني do you love me ويرقص لي رقصة كيكي. حبيبي احبه زياده عيوني بشوفه محظوظه صاير احلى من كالعاده ورقصه ماشي على الموضه. صوت الغد تكتيكي مستمرين معكم مستمعينا لنهاية البرنامج الساعة 10 صباحا مع أحمد العلي المنورنا اليوم على هوا صوت الغد. يعني أحمد يعني خميسنا فرح مع فرح وخميسنا صوت الغد. أحمد سؤال، أنت ببعض الأغاني بتغني بالإنجليزي، فهل أنت تتقن اللغة الإنجليزية ولا بتعرف تحفظ بسرعة؟ هو الحفظ عندي الحمد لله بسرعة، ومن ناحية الإنجليزيات عندي الحمد لله تمام. يعني can you talk in English؟ يعني نحكي هلا بس بالإنجليزي؟ لا نحكيش إنجليزي نغني. لا 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 بدك نغني، بدك تعملي خميسك غناني إنجليزي ولا أغاني؟ طبعا لا بدنا الأغاني. يلا يا أحمد، بس قبل ما تسمعنا الغنية بدك تسمعنا إياها هلا. أنت بتقولي إنك مبلش من 2000، بس الثورة كانت تاعتك والفورة تاعتك كانت بال 2014 لما غنيت هوا الأردن. لما عملت هواكي أردن هي أول أغنية عملتها للأردن، وأول أغنية كانت من كلماتي. يعني هاي الأغنية كانت من كلماتك؟ في الأغنية اكتشفت حالي أنه أنا بكتب، اللي هي بشرة خير المصرية أنت عملتها أردنية. نعم نسخة أردنية، نعم أول مرة بكتشف فيها في الأغنية أنه أنا بكتب. ومنها انطلقت، ومنها الحمد لله بلشنا المشوار. يعني حاسس انه في دعم كافي لك كمغني اردني ولا لسه؟ من اي ناحيه قصدك؟ يعني يعني دعم، يعني في يعني مين بيقدرك؟ انا ما بحكي بس دعم مادي، بقول كتقدير انه يعني بيجوا مثلا بعض الشركات بياخذوا بعض الفنانين بيصيروا رعاه لحفلاتهم. بيصيروا يعني سبونسر يعني قصدك، او شركات او كذا؟ يا
لا بس انا بس انا عندي عندي الجمهور داعمني الحمد لله رب العالمين من فضل الله الحمد لله. يعني عم بحضر هلا فيديوهات لإلك يعني. عم بحضر فيديوهات لإلك احمد العلي انه ما شاء الله نسبة الجمهور اللي بيكونوا بحفلاتك اللي بتعملها عم نحكي نحن عن يعني اللي شفته أنا هلأ بالفيديو الفجنية أبو جعفر يعني عم نحكي عن أقل شيء 1000 بيكونوا قاعدين بالحفلة وعم برقصوا ومبسوطين وبتعمل أجواء لدرجة أنه سمعت من البعض أنه لما أنت تغني اللي بعدك بضل حاسب حساب أنه رح يضلوا الناس يعني مفيعهم بالحفلة زي ما أنت فيعتهم ولا رح يهدوا معها يعني في خوف كمان. والله شوف أنا بالنسبة لي مثلاً أنا لما بكون بحفل زي هيك أو كذا يعني يكون في أكثر من زميل يعني أو كذا يعني كل الحب لهم طبعاً خلص أنا طبيعة إنه مثلاً بخلص فقرتي وبطلع يعني أنا حتى مستوى أخبار لا بتابع أخبار ولا مش مرجع راسك بيشي لا أبداً يعني خلص حفلة استديو بيت وخلص أبداً. طيب ايش ممكن سمعنا ضايل بس معانا شي 6 دقايق فشو ممكن هلا انت بحفلة دخلت على عرس يا احمد العلي نعم. معاك ملك الدي جي معاك البربان 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 نعم. فانت داخل على حفلة والكل قاعد وعم بستنى ينبسط كيف بتبلش او انه يعني نعطيهم جو اللي كيف بشتغل انا في الحفلة اعطينا ايقاع لف اول شيء يلا لف سريع بطيء لف كثير علي انت كثير انجري يا تميمي ليش انجري يا تميمي انا بحبك كثير والله والله بحبك يا تميمي احمد بس عن جد بحكي لك انت ما بتتخيل نحن صرنا نحبك من وراء محمد التميمي والناس صارت تحب تسمع اغانيك بصوت الغد انا بحكي عن صوت الغد ما بعرف الاذاعات الباقيه اذا بتلعب هذا النوع من الاغاني بس نحن وين ما نروح بكل اذاعه بنروحها نحن انت مرافقنا باغانيك من خلال محمد التميمي ومن خلال برامجنا إلي شرف كبير يعني متابعتكم ودعمكم فهذا اقل شيء ممكن نقدم لك اياه كدعم نحن واكيد نحن كصوت الغد بندعم الفنانين وبندعم الناس اللي بتحب تشتغل من قلب ورب لحتى يعني تطلع احنا وتبين احنا الواجهات بشكل عام خلنا نقول يعني اللي بيبينوا للناس
يعني احنا الاهم من الناس اللي بتبين بالواجهه، احنا بهمنا الناس اللي وراهم، الناس اللي بسموهم اللي هم ما خلف الكواليس. فلولا الناس اللي في الكواليس هذول الواجهات ما بتبين على العالم او ما بتبين على الناس. فمن خلال اذاعتكم ومن بعد اذنك انا بدي اشكرك طبعا طبعا، وبدي اشكر طبعا الكادر الفني كله كامل، صوت الغد يمكن انا ما بعرف اسمائهم كلهم لان انا بعرف بس ابو جعفر والتميمي والشباب كلهم، الشباب لهم كل التقدير والاحترام، احلى الشباب كلهم جميع. وبهاي المناسبه طبعا وبالنسبه للنقطه اللي انا حكيت فيها، حبيت ان اشكر الشباب اللي وقفوا معي وما زالوا ماشيين معي في المسيره اللي انا ماشي فيها، الفرقه الموسيقيه واخويا طبعا الاستاذ عامر ابو داود وكل الكادر اللي معي. يعني انا لولاهم ما حدا سمع بشيء اسمه احمد العلي، وحتى احمد العلي ما بسوى لولا الناس اللي كانت اللي وما زالت واقفه معاه وماشي معاه وداعميته يعني الشباب، ولولا طبعا محبه الجمهور طبعا اكيد. بس انت قريب للقلب يا احمد، فكمان لولاهم والله ما حدا عرفني لولا محبه الجمهور والشباب اللي برضه واقفه معي وداعميته. بتسمع بالهال اللي بتكون حوالين كل بني ادم، فهالتك قريبه، هالتك مشعه، بتخلي الواحد يحبك، غير صوتك الحلو اللي فرجيتنا فيه حنية وفيه كمان الصخب وفيه هذا. فإذا بدنا نختم معك بدك تختم هلأ بغنية يا رب الله يستر. استنى، واحد اسمه رأفت بطلب منك غنية وصيت قلبي. قلبي جنن بصوت أحمد. وصيت قلبي عليكم فكري وظني، وصيت قلبي عليكم فكري وظني، إن غبت عنهم عليك اعتابهم هادي، ما ودي تجرح شعور بكلمة مني، وانت حياتي وعمر مهجد فؤادي، ودي تعيش العمر راضي ومتهني، مرفوع راسك يا صوت الغد عليك العزم تبادي، فرح ويا تميمي وانت مني وعني، تامر وتنهي وامرك اموال وبادي، تامر وتنهي يا ابو جعفر مهجتي فؤادي. تسلم يا احمد، وشكرا كثير لك، وبتمنى زيارتك تكون دائما متكرره عندنا على الاذاعه، يعني كل ما تفضى كل خميس تيجي تساعدنا باجواء يوم الخميس، يعني هذا بيكون شرف. بس بدون لقاء، بدون لقاء، بس باجي هون بتبلش تغني، ما في هلا لقاء، هلا عرفناك، تعرفنا عليك اول مره بشوفك ونتعرف عليك يعني فيس تو فيس، فمشان هيك اضطرينا نعمل هاللقاء نعرف عن بداياتك. المره الجايه راح اجي اغني لكم من باب البنايه من تحت من عند الامن. بس هذا اللي مطلوب منك. ابشري من عيوني. ايش بدك يا ابو جعفر؟ احمد سرور عم بسمعنا. احمد سرور يعني كمان عم بسمعنا من راديو هلا. احمد يعني غير انه اشتقنا لك يا احمد، صباح الخير والفل والبرد والياسمين، وفرصه هيك نشوفك ونتشرف فيك يعني بقهوة. على كل حال احمد العلي شكرا كثير لك، وبتمنى لك نهار سعيد وكل التوفيق يا رب، وخميسكم ان شاء الله وناسه مع احلى صوت الغد. شكرا. وكل الحب لكم، وظلكم تابعوا صوت الغد 101.5، انا هذا اللي حافظه. شكرا الله يخليك. شكرا لك.